سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. قال سيادة الرئيس ان الأزمة العميقة اللي عانت منها الدولة المصرية خلال الخمسين سنة اللي فاتوا تتطلب إجراءات وحلول جذرية وحاسمة من الدولة. كمان قال انه مسار الإصلاح الاقتصادي نجح في مصر عشان كان في تفاهم ودعم شعبي، وبالتالي مسار الإصلاح لا يخص الحكومة فقط وإنما هو مسار دولة وشعبها. خلينا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. أولاً لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي تشكلت خلال الخمسين عاما الماضية. وسمحين أقف هنا في النقطة ديت وأقول لكم أي مسار اقتصادي وأي حلول بتطرح لازم لمتخذ القرار والمسؤولين عنه بيشوف البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية والبيئة الفكرية والثقافية تقدر تساعده على أنه هو يمرر هذا المسار ولا لأ. لأنه ممكن زي ما انت شفتم احنا ممكن كلنا نقدر نقول كل رجال الاقتصاد والمفكرين في هذا المجال يقدروا يحطوا خرائط قوية ومهمة جدا. طب هو ايه اللي بيخلي الناس ما تعملش؟ اذا كان الامور واضحه بالطريقه ديت، لان طبعا اي حد عايز يعمل القرارات ديت هي مش شجاعه قرار، وبيشوف يا ترى يقدر ان تكلفه القرار ده لما يجي يعمله لو كان تكلفتها اكبر من العائد بتاعها بيقول بلاش منه، بلاش نعمل الاجراء ده دلوقتي. وده السبب اللي كان في تقدير كل يعني القائمين على العمل ده خلال الخمسين ستين سنة اللي فاتوا، كان هو ده المسار اللي موجود في فكرهم. يا ترى المجتمع والرأي العام والسياسيين والمفكرين والمثقفين وحتى البيئة الإعلامية وحتى البيئة الدينية هتساعدني على ده، ولا اطرح طرح وبعد ما اطرحه وتجربة 77 كانت كاشفة، كان قروش بسيطة لرفع الأسعار بعض السلع اتقابلت برد فعل كان ثمنه أكتر من العائد اللي ممكن يتحقق كبداية طريق إصلاح، فتراجع الموقف وسكت. فأنا عايز أقول إن مهم أوي إن إحنا وإحنا بنتكلم في المسار الاقتصادي وأي مسار آخر لازم تحكمه عوامل مع بعضها متشابكة ومؤثرة على القرار اللي هيتخذ. وهنا هي دي فلسفة الحكم، فلسفة المسؤولية. لكن احنا ممكن قوي واحنا قاعدين في مكاننا كلامي لا يؤخذ ولا يرد، يعني مش هيبقى لي اي تأثير لاني مش هنفذه، انا بدردش زي ما كان الراجل في القصة اللي جت كده بيحكي، فالزوجة بتقول البنزين غالي وكلام من هذا القبيل، مفيش حاجة. لكن اللي قاعد وتحمل مسؤولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها وعلى مستقبلها هو اللي لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها. كمان سيادة الرئيس قال إنه نتائج ومخرجات الحوار أو المؤتمر الاقتصادي بتمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، وإنه اللي هيتم التوافق عليه ويكون مفيد بشكل علمي للدولة، الدولة هتشتغل عليه علشان يكون في خارطة الطريق لتعظيم الفرص الاستثمارية. النقطة الخامسة إن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحا ان الاصلاح يجب ان يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله. هو انا لما حاجه اعمل الاصلاح هعمله بمين؟ هعمله بالمؤسسات بتاعت الدوله. هو انا لما حاجه اعمل اصلاح في التعليم هعمل اصلاح التعليم ازاي؟ هعمله بالمدرسين اللي موجودين؟ هقدر اعمل غير كده؟ اذا لما اجي انا هعمل اصلاح في الدوله ديت انا هعتمد على مؤسساتها، ما اقدرش اعمل مؤسسات تانية. يا ترى المؤسسات دي بكل تواضع وبكل ادب كانت قادره
على أنها تلبي مطالب تحديات ضخمة زي كده في مصر. بالمناسبة لكل من مهتم بالموضوع خد كل فقرة من اللي أنا بقولها دي واكتب عنها كما تشاء، وشوف اللي أنا بقول عليه ده فعلا متحقق جزء منه أو كله ولا لأ. هو النهاردة لما يكون التعليم تراجع على مدى 30-35 سنة، هو بقى المنتج جودة التعليم اللي هتخرج يعني اللي بيشتغلوا هيبقوا عاملين ازاي؟ اسمعوا، انا اتكلمت مره في الموضوع ده قبل كده وقلت ان احنا وزير الاتصالات لما بقول له الناس اللي بتشتغل وبتكسب كويس عددهم كام عندنا؟ في دوله فيها 6 مليون في 500,000، في دولة فيها 6 مليون فيها 500,000. قلت له احنا عندنا قد ايه؟ والدكتور خالد ابو فرزع بقى ساعتها قال لي يا فندم التعليم بخير. قلت له انا بتكلم على مستوى معين من الاداء يقدر يحقق دخل من ال 10 ل 15 ل 20 الف دولار شهريا. قلت في دولة فيها 6 مليون، الدولة ديت فيها 500,000، أنا عندي كام؟ في ال 100 مليون. في النهاية عايز أقول لكم اللي إحنا بنتكلم فيه ده هو اللي هيمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح اللي أنتوا عايزين تعملوه واللي أنتوا هتبنوا عليه النجاح من عدمه. طب أنا هقول لكم على حاجة. قلت لوزير الخارجية من 6 سنين من فضلك عايزين نخفض العدد ونقلل المرتبات، مش كده؟ بص لي يعني خير في ايه؟ يعني بص لي كده وقال لي في ايه يا فندم؟ يعني قلت له يعني العدد والتكلفه بتاعتها كتيره، رغم ان احنا كان ساعتها ما كانش فيه ازمه، بس بنتكلم على حوكمه واعاده هيكله واعاده تنظيم. ف جه معايا في الاخر خفض 30% ونزل مرتبات واديت جنيه جزء بالجنيه المصري، ما كانش فيه ازمه. اذا خلي بالكم ان اللي هيقوم بعمليه البناء والاصلاح في الدوله هو الجهاز الاداري للدوله ومدى كفاءته، دي مصر احنا. الرئيس كمان قال انه لولا ترسيم الحدود ما كانش بدا اعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل ظهر واللي ساهم في توفير الكهرباء للمواطنين، لانه بالاسعار الحاليه كنا هنحتاج نستورد غاز ب 10 مليار دولار كل شهر، وده طبعا لتشغيل محطات الكهرباء. انا بس عايز اقول نقطه هنا مهمه جدا لينا كلنا. الموضوع ده ما كانش ممكن يتعمل الا اذا كان في ترسيم للحدود مع قبرص واليونان على البحر المتوسط ومع السعوديه في البحر الاحمر. ما كانش ممكن نعمله، ما كانش في شركات هتنزل تعمل تنقيب في المناطق دي الا اذا كان عندنا ترسيم حدود. ادي واحد. اتنين، انا عايز اقول لكم عشان تعرفوا مش الفكره ومش القدره، الفضل بتاع ربنا علينا. الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقى مطفيه. مصر كانت تبقى مطفيه، ما عندناش فلوس ندفع كل سنه كل شهر 2 مليار دولار بالاسعار القديمه للغاز عشان ندي محطات الكهرباء. 2 مليار دولار شهر اللي لو بالاسعار الحديثه دلوقتي قد تصل ل 10 مليار دولار. يا دكتور يا طارق قول كان يبقى 10 مليار دولار في الشهر ادفعهم عشان اجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء اللي موجوده في مصر عشان مصر تفضل منوره. 10 مليار دولار منين دول؟ يعني 120 مليار دولار في السنه نجيبهم منين؟ لازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بقول الكلمه دي بعض الناس يقول لك ايه؟ يعني الموضوع كله ربنا؟ بالنسبه لنا؟ اه كله ربنا. بالنسبه لنا؟ ايوه ربنا. لان احنا لما جينا نعمل الترسيم الناس كلها هجمتنا وقالوا انتوا بتعملوا ترسيم ليه؟ ولما جينا ربنا سبحانه وتعالى يسر الامر وجه الحقل ده جت شركه ايه؟ قالت لي 5 سنين. قلت له عندك 18 شهر مش كده يا طارق؟ قال لي ازاي؟ قلت له انا موجود كل يوم اي مشكله داخل حدود المسرح هخلصها لك. الارض اللي كانت بتتخصص لمشروع زي كده عشان ينشئ عليها معمل تكرير
تاخد سنتين ثلاثه اتخصصت بالتليفون في ساعتين. مش كده يا طارق؟ وكل اجراء كان طلبه كان عايز يعمل 10,000 خازوق، خازوق للارض ديت عشان ارض سبخيه في بورسعيد، مش كده؟ اتحركت معدات حفر بالالافات عشان نعمل ده، عشان نجهز البلاتفورم اللي بيقولوا عليه الخرساني اللي اتحط عليه المعمل اللي احنا بنتكلم عليه. من فضلكم، ودكتور مصطفى بيتكلم هو بيقول عنوان، لكن لكل عنوان من دول في حكايه لينا كلنا يا مصريين. انا عايز اقول لكم اللي انتم شايفينه ده 25,000 ساعه عمل بلا توقف مني ومن الدوله. 25,000 ساعه عباره عن 7 سنين ب 84 شهر ب 30 يوم، اضرب في 10 ساعات في اليوم على الاقل. اللي حصل ده بالله، والله بالله، والله بالله، ولا كان يحصل ابدا. كمان تحدث سيادة الرئيس عن الاوضاع الخاصه بالدوله المصريه بعد 2011، وقال انه الاحداث دي كانت يعني تقضي تماما على حاضر ومستقبل الامه، وان الفتره دي كانت كاشفه وربنا نجى البلد من مصير صعب. جاءت احداث 2011 و2013 لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الازمه وتفاقمها، وكادت ان تقضي تماما على حاضر ومستقبل هذه الامه. الحقيقه الفتره دي كانت كاشفه. انتوا بتتكلموا دلوقتي بعد ما عدت، بعد ما انتهت، ونسيتوا ان بقى لنا 8 سنين او كده في ناس كانت بتموت في سينا، وفي ناس كانت بتفجر الكنائس والمساجد والمنشآت الكهربائية والمنشآت الحيوية بتاعتنا على مدى 7-8 سنين. ابتدينا نقعد نروق شوية، هنبتدي بقى نتكلم في الايه، تعالى ورينا انتوا بتعملوا ايه والحكاية ماشية ازاي. طب ما انا كان عندي مسار، وقلت قبل كده اخليه مسار اقتصاد حرب. يعني اقتصاد حرب؟ بنحارب بقى والميديا كلها تشتغل على اللي بيحصل. ما الناس كانت بتحصل حادثة واحدة كل البلد كان بتحزن عليهم، اللي بيستشهدوا ولا نسينا. فكانت، طب حد يقول لي هي 2011 و13 السبب؟ ايوه. ليه؟ لانها اتاحت الفرصه للاسلام السياسي انه يصل للحكم. فلما وصل للحكم وفشل، ما اعترفش بفشله، ابتدى يحمل الدين ان احنا ضد الدين. وبالتالي لا مؤاخذة استعدانا كلنا ويطلب مننا المصالحة. يا راجل انت لغاية دلوقتي لو جات لك الفرصة، وانا قلتها قبل كده، مش هتستنى. انت بتبص لنا ان احنا ناس صالحين زيك؟ ده تمييز، تمييز في فكرك انك انت الاصح والباقي ده مش كده. اللي انا عايز اقوله، لما وصلوا للحكم، الكلام ده كان قبل الاحداث دي، قبل 2013، كان ممكن ما البلد فكت بقى وضربوا الاقسام والمديريات، ولا احنا نسينا الشوارع العربيات اللي كانت بتتخطف والناس اللي كانت بتنزل من العربيات واللي بيحصل واللي بيحصل. لما اتحلت المسائل واتدفع الثمن من جانب الدوله بشعبها، انا ما بقولش ان الناس ارجو ان احنا نحط ده في الاعتبار عند تناول موضوعاتنا، ده مسار احنا ماشيين فيه مع بعض، لتمن لبداية ولنهاية. وبالمناسبة هو لن تنتهي التحديات لأي دولة في العالم. سيادة الرئيس تطرق كمان إلى حجم الإنجاز اللي تم في المدن الجديدة، وقال إن المدن الجديدة اللي تم إنشائها أضافت لرصيد الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليون جنيه في أصولها، ده غير طبعا أنه وضح إن العاصمة الإدارية لم تحمل موازنة الدولة قرش واحد. بس أنا عايز أسألكوا سؤال. في أب جه لابنه أو لولاده الأربعة خمسة اللي جابه، قال له ما تزعلش مني أنا جبت أربعة وأنا مش قادر أصرف عليهم، ولا بيقول له الدولة مش قادرة تأكلك؟ بيقول له إيه؟ بيقول له أنا كنت بحب العيال الكتير فأنا عشان كده جبت؟
فسامحني ولا بيقول له البلد دي مش نافعه قوم هدها قوم ايه؟ حتى مسلسلاتنا حتى الميديا بتاعتنا كانت بتتناقش مع الموضوع دوت. الموضوع اللي هو ايه؟ ان مخليين انا قلت الكلام ده قبل كده، الدوله خصم، الدوله خصم في مواجهه التحديات اللي بتقابلها. ما حدش قال ابدا ان قدره الدوله المصريه بمواردها لا تستطيع ان لا تستطيع ان تلبي ده. واحد يقول لي ايه؟ طب ما اللي انت قاعد فيه ده ايه؟ والمعصب اللي انتوا بتعملوها دي بتعملوها ايه؟ شوفوا احنا انت يعني الكلام جاي، احنا عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكله اللي عندنا اللي هو محدوديه القدرات بالافكار. يعني انا عندي مشكله في النظام الصحي في مصر وما استهدف الفيروس سي بس، عندي مشكله في النظام الصحي في مصر لسه النظام ما بيش قادر على انه يستوعب ويدي كفاءه اداء جيد جدا في الخدمه الطبيه، او ما استهدف قوائم الانتظار. استهدف قوائم ايه؟ في الثلاث سنين اللي فاتوا دول 1,400,000 حاله يعني علاج لامراض او لجراحات متقدمه جدا. لان انا في الاستهداف اللي هي لحول كان مسارنا في الحركه كان ايه؟ ان الاستهداف كان الهدف منه ان انا استهدف حاجه بعينها واخلصها. انا عايز اقول لكم في ال 40 مدينه اللي اتكلم عليهم الدكتور مصطفى دول ضافوا لرصيد الدوله المصريه مش اقل من 10 تريليون جنيه في اصولها. وانا مستعد ان يبقى في لجان تتشكل وتدرس اللي انا بقول عليه ده بكل شفافيه. ضافت مش اقل من 10 تريليون جنيه ارصده للدوله المصريه. مش لحد تاني، للدولة المصرية في الأربعين مدينة اللي احنا بنتكلم عليهم. هنا في العاصمة الإدارية 175,000 فدان، احنا مشغلين على 40,000. مفيش، وانا بقولها لكم لتالت او رابع او خامس مرة، مفيش حد من موازنة الدولة دفعت قرش هنا. ومش كده وبس، الشركة اللي شغالة هنا هتأجر لنا كل اللي عملته في التطوير العقاري للحكومه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هتأجره لنا، يعني هي عملته هتأجره لنا. والشركه دي اقدر اقول بمنتهى التواضع بعد كل الانفاق اللي احنا بنتكلم فيه عليها هنا في العاصمه في مش اقل من 42 45 مليار جنيه في البنوك كاش. وفي حوالي زيهم ائتمان عند الـ عند الـ عند الناس اللي خدت الاراضي. اذا لما التحرك بتاعنا كدوله في مجابهة حالة العوز والفقر اللي موجودة كان لازم ما تبقاش حلول، يعني حلول أخلق، أنا آسف إن بقول التعبير ده، أولد عشان ما يصحش أقول أخلق، أولد قدرة من المتاح، أولد قدرة من المتاح. كمان اتكلم سيادة الرئيس عن التحديات الموجودة في قطاع الصحة، وقال سيادته أنه حجم الأسرة الموجودة في المستشفيات بتساوي 50% من المطلوب، ولازم يكون في تضحية وجهد مستمر علشان تحسين الخدمة اللي بتتقدم للمواطنين. تكلموا على 7 تريليون جنيه، وشايفين أن المبلغ ده مبلغ كبير قوي اتصرف خلال 7-8 سنين اللي فاتوا في بناء أو في إنفاق على الدولة. أنتوا تشوفوا كده 7 تريليون دول يساوي 350 مليون دولار تقريباً. الرقم ده في دول اقل مننا موازنتها قد الرقم ده على الاقل، موازنتها قد الرقم ده على الاقل، وليست لا محمله لا بديون ولا اعباء خدمه دين داخلي ولا اي حاجه. الرقم 7 تريليون ده رقم متواضع جدا. وانا الكلام اللي بقوله ده كل الوزراء اللي قدامكم دول بيسمعوا مني يقولوا يا فندم احنا حققنا كتير. اقول لهم حقيقي انتوا عايشين على دولة تقريبا 5-6-7% عبارة عن مستطيل من الأرض من أسوان لإسكندرية، فيها 100 مليون وفيها 10 مليون مركبة. بالعلم حجم الطرق اللي الموجود مجبور عليها لازم يكون يعني يحقق
الحركة على هذا المستطيل بكفاءة وسهولة على مدار اليوم. غير كده يبقى ما حققناش حاجة. يبقى ما حققناش حاجة. طيب ده معناه إن دول تانية بتبقى عندها الحجم ده في المساحة دي؟ لا. بس هما كمان مش عايشين المليون كيلومتر مربع، عايشين على 60-70 ألف كيلومتر مربع فقط. إحنا عايشين على 60-70 ألف كيلومتر مربع فقط، وعايزين نطلع ل 120 ألف كيلومتر مربع. فكان لابد ان يبقى حجم البنيه الاساسيه اللي بتتعمل، انا بتكلم على شبكه الطرق بس، اللي تتعمل تخدم على حركه المجتمع ده وتحسينها، مش فقط عشان الاستثمار، ومش فقط عشان سهوله تداول السلع، لا، لصالح الناس اللي كانت موجوده وكانت بتتعذب اثناء حركتها في اي محافظه من المحافظات. اتصور ان ده اتحسن بشكل كبير ولسه مكملين فيه. فهي الفكره مش فكره، انا قلت حاله العوز والفقر، وكنت دايما بطرح الطرح ده، بقول دوله زي مصر فيها 100 مليون، تفتكروا حجم المال اللي المفروض ان ينفق عليها كام؟ الدكتور مصطفى بيقول 21 ألف فصل، وانا بقول لكم هم 60 ألف فصل. هم كام؟ 60 ألف فصل، مش 21 ألف. احنا بنعمل 21 لان احنا ما عندناش نقدر نعمل اكتر من 21. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه، لكن هم عايزين يبقى كام؟ 60 ألف فصل كل سنه. 60 ألف فصل كل سنه. وزير الصحه موجود، حجم الاسره اللي موجود في مصر يساوي 50% من المطلوب، مش كده ولا ايه؟ كام؟ 50% من المطلوب، يعني لسه قد المستشفيات اللي موجوده ديت. قدهم؟ ايوه. طب ما عملتش ليه؟ ما اقدرش. ده اللي انتوا عايزين تعرفوه احنا كمصريين، وان عشان يتعمل كان لابد ان يبقى فيه جهد وتضحيه. مشاكلنا كانت عباره عن ايه؟ ده اللي وضحه سياده الرئيس. عملنا ايه خلال الفتره اللي فاتت؟ وايه اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي؟ وايه التحديات؟ وايه الخطوات اللي جايه؟ كل ده كان موجود في كلمة سيادة الرئيس، اللي كانت في نهاية هذه الكلمة قال سيادة الرئيس إن التجربة أثبتت إنه خلال السبع سنوات اللي فاتت الشعب المصري قبل التحدي والتضحية، والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح. وقال كمان إن الدولة مستمرة في الطريق اللي بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، وهو الطريق الذي يرتكز على العمل والعلم ويتسع للجميع. أنا هقول لكم بقى المفاجأة. المفاجأة، والله العظيم المفاجأة، بكل صدق وتواضع، التجربة خلال السنوات السبع الماضية أثبتت أننا لم نفهم، لم نعرف، لم نقدر حقيقة المصريين. والله 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 المفاجأة، بكل صدق وتواضع، التجربة اللي احنا شفناها في السبع سنين، خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، أثبتت أننا أنا بتكلم عن نفسي، إن احنا ما كناش فاهمين كويس، ما كناش عارفين كويس، أنا بتكلم عن نفسي. لم نقدر حقيقة المصريين، فالشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح. وكانت الفكرة هي السياسات أو استراتيجية المحاور المتوازية. يعني إيه؟ يعني بقاء وتنمية، يعني إصلاح القاهرة وبناء قاهرات أخرى، إصلاح القديم وبناء الجديد. مش كان الفكرة إن إحنا نعمل جديد بس، لا، إحنا ماشيين بالتوازي، نصلح ده وأمكن ونعمل جديد عشان الدنيا تتغير. كمان امبارح كان في كلمة مهمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال إنه المؤتمر الاقتصادي بيأتي في ظل أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم من وقت الحرب العالمية الثانية، وقال إنه كل الحكومات للدول المتقدمة بتسارع من أجل النجاة وضمان استقرار الدول، وقال إنه المؤتمر الاقتصادي بيهدف للخروج بخارطة طريق
واضحة للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. خلينا نشوف مع حضراتكم جزء من كلام رئيس الوزراء ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. وإدراكا من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، تشارك فيه ليس فقط الحكومة ولكن كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، فقد جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة. كمان رئيس الوزراء اتكلم عن الخسائر الاقتصادية اللي تكبدتها مصر نتيجة عدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنين اللي فاتت. قال كمان أن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار، ده غير أنه بعد 2011 وصل متوسط البطالة في مصر إلى 13% وتراجع تصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. أنا عايز بحط هذه الأرقام كحقائق، ودي حطها كل الاقتصاديين. الخسائر المصرية أو الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة للظروف، عدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنين الماضية، الخسائر دي قدرت ب 477 مليار دولار خسائر متراكمة. الاحتياطي خسر 20.3 في الفترة ما بين 2011 و 2013. خسائر قطاع السياحة 32%، متوسط معدل البطالة وصل إلى 13%. ودي بعض الأرقام اللي بتوري إزاي إن فعلاً انخفضت أرقامنا ومؤشراتنا بصورة كبيرة جداً بسبب هذه الظروف الشديدة الاستثنائية اللي مرت بها مصر، سواء ارتفاع عجز الموازنة، معدل البطالة اللي تجاوز 13%، النمو الناتج اللي نزل لغاية 2.2%، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، كل هذه الموضوع الاحتياطيات، كل هذه المشاكل اللي عاصرها الاقتصاد المصري، واعتقد دي كانت فترة قريبة وكلنا كنا حاسين بيها على مدار الفترة السابقة. لكن الأهم إن مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 لمايو 2013 انخفض تصنيفنا الائتماني 6 مرات في 28 شهر. 6 مرات. في المجمل الدولة المصرية واجهت وضع اقتصادي كارثي نتج عنه ان كان في تراجع 3% من اجمالي الناتج، 13% ده اعلى معدل عجز موازنة وصلنا له، كان 516 مليار جنيه اكبر زيادة في المديونية، واكبر انكماش لمعدلات الانفاق الاستثماري كانت فقط 7% من اجمالي الانفاق العام. وكمان تطرق الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته لمبادرة حياة كريمة اللي بتنفذها الدولة المصرية، وقال انه تكلفه هذه المبادره بتتجاوز 700 مليار جنيه، والدوله مكمله في تنفيذ هذه المشروعات لتوفير حياه ادميه وكريمه ولائقه ل 60 مليون مصري في مختلف محافظات الجمهوريه. المشروع الاخير اللي بتكلم عليه مشروع حياه كريمه، واللي حضراتكم كلكم عارفين، كل قرى مصر كانت مهمله لعشرات السنين، وكان حلم عند اي مواطن في الريف المصري بس انه يعني يسمع ان في صرف صحي هيقترب منه، أو حتى يشرب كوباية مياه نظيفة، أو يلاقي يعني المرافق الأساسية بتاعته بتتطور. إحنا بنتكلم على مشروع هيتجاوز، إحنا كنا مقدرين 700 مليار لكن تقديراتنا إن إحنا هنتجاوز هذا الرقم، ولكن لا بديل عن الإنفاق في هذا المشروع، لأن إحنا بنتكلم على 60 مليون مواطن مصري بنديلهم حياة آدمية لائقة. بكل المشروعات اللي اتنفذت على الأرض الواقع والصور بتاعتها. كلها منشآت حضارية بقت على الأرض، أهالينا حاسين بيها وشعرين بيها. تقدم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بالتهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية، متمنيا لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذي يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق. تطلع سيادة الرئيس لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا في جميع المجالات. ايضا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئه للرئيس الصيني تشي جين بينغ بمناسبه اعاده انتخابه لفتره رئاسيه جديده، متمنيا له التوفيق والنجاح في قياده الصين الصديقه نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم.
وأعرب بسيادة الرئيس عن تطلعه لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع رئيس تشي جين بينج من أجل ترسيخ التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين.